السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ معاكم اسم اماني، والنهاردة هنبدأ نشرح درس جديد وهو الخلية وحدة بناء الكائن الحي. زي ما اتعلمنا في الدروس اللي فاتت ان اي جسم لأي كائن حي بيتكون من عدة اجزاء. بنبدأ مثلا اي جسم بيتكون من عدة أجهزة، والأجهزة بتتكون من أعضاء، والأعضاء بتتكون من أنسجة، والأنسجة بتتكون من خلايا. فلما بوصل لنهاية التكوين فبلاقي الخلية، فأنا كده هعرف إن الخلية هي أصغر جزء موجودة في جسم الكائن الحي، فعشان كده سميناها إن هي وحدة بناء الكائن الحي، لأن لما بنجمع الخلايا مع بعضها بتكون أنسجة، ولما بجمع الأنسجة مع بعضها بتكون أعضاء، لما بجمع الأعضاء بتكون أجهزة، والأجهزة بتكون الجسم. النهاردة هنتكلم على جسم النبات. طب جسم النبات بقى إيه الأجهزة اللي موجودة فيه، الأعضاء اللي موجودة فيه؟ تعالوا ما نشوف مع بعض. أي نبات بيبقى موجود منه جزء تحت الأرض، وده اللي بنسميه المجموع الجذري، اللي هي الجذور اللي موجودة في التربة اللي بتمتص الغذاء والمية للنبات، وده يعتبر جهاز من أجهزة النبات. وفي جزء بيبقى موجود فوق سطح الأرض، وده اللي هو بنسميه المجموع الخضري، وده الجهاز الثاني للنبات. يبقى أنا عندي جسم النبات بيتكون من أجهزة زي المجموع الخضري والمجموع الجذري. طيب الأجهزة بتتكون من أعضاء، إيه هي بقى أعضاء النبات؟ مثلا زي الساق، الساق ده يعتبر عضو من أعضاء النبات، وكمان الأوراق. يبقى النبات بيتكون من أجهزة زي المجموع الخضري، والأجهزة بتتكون من أعضاء زي الساق وورقة النبات. طيب وأي عضو بيتكون من أنسجة؟ لما نيجي نشوف مثلا نفحص الورقة تحت الميكروسكوب هلاقيها بتتكون من أنسجة، وده بيبقى شكل الأنسجة بتاعت النبات تحت الميكروسكوب، تبقى بالشكل ده تقريبا، وهلاقي إن أي نسيج في الآخر بيتكون من عدة خلايا، يعني الجزء ده لوحده يبقى اسمه خلية، الجزء ده لوحده يبقى اسمه خلية من خلايا النبات. يبقى لما الخلايا تتجمع مع بعضها بالشكل ده يديني نسيج، الأنسجة مع بعضها يديني عضو زي الورقة، الأعضاء زي الأوراق والسيقان تديني جهاز زي المجموع الخضري، الأجهزة مع بعضها زي المجموع الخضري والمجموع الجذري يكون لي جسم النبات بحاله. طيب يبقى لما يجي يقول لي عرف الخلية، هقول له الخلية في أي كائن حي سواء في نبات أو في حيوان أو في إنسان تعتبر هي وحدة بناء الكائن الحي ده، وهي أصغر حاجة موجودة فيه. لما نيجي بقى نتكلم على تركيب الخلية النباتية، عايزين نشوف هي بتتكون من إيه. برضو هنشوفها تحت الميكروسكوب، لأن العين المجردة ما تقدرش تشوف مكونات الخلية لأن هي إيه صغيرة جدا، فتحت الميكروسكوب هتظهر بالشكل ده. الخلية النباتية بتبقى واخدة الشكل المستطيل تقريبا، اللي انا هرسمها دي تعتبر شكل خلية واحدة من خلايا النبات. بتبدأ اول حاجة جدار خارجي يسمى الجدار الخلوي، يبقى ده هنا اسمه الجدار الخلوي. الجدار الخلوي ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيحدد شكل الخلية، هو اللي بيعطيها الشكل المحدد اللي هو شبه المستطيل ده، وكمان هو الإطار الخارجي اللي بيوجد بداخله مكونات الخلية، فيعتبر بالنسبة لها حماية، يعني هو اللي بيحمي أعضاء أو عضيات الخلية من الداخل. طيب بعد كده هلاقي موجود عندي غشاء رقيق يسمى
الغشاء البلازمي. تاني حاجة هنا بتقابلني الغشاء البلازمي. الغشاء البلازمي هنا هو تاني حاجة موجودة بعد الجدار الخلوي، وهو وظيفته ان هو اللي بيتحكم ايه المواد اللي هتدخل جوه الخلية وايه المواد اللي هتخرج بره الخلية. يعني مثلا هو اللي بيتحكم امتى يدخل الاكسجين للخلية، امتى يدخل الغذاء المهضوم، وامتى يخرج الفضلات وثاني اكسيد الكربون. فهو عامل مثلا زي بواب العمارة كده، لازم يشوف اللي داخل ولازم يشوف اللي خارج. بعد الغشاء البلازمي هلاقي موجود عندي في النص حاجة كبيرة كده اسمها الفجوة العصارية الكبيرة، وفي منها فجوات عصارية صغيرة كده منتشرة في الخلية. طيب بعد الفجوات العصارية بدي كده فجوة عصارية كبيرة، كمان عندي موجود في النبات بلاستيدات خضراء. ايه بقى وظيفة البلاستيدات الخضراء دي؟ دي مهمة جدا لجسم النبات، لان البلاستيدات الخضراء بتقوم بعملية البناء الضوئي. طب ايه هو البناء الضوئي ده؟ البناء الضوئي ده عملية بيعملها النبات، تعتبر من العمليات الحيوية اللي بيقوم بها النبات، بيقوم بيها عشان يكون الغذاء بتاعه. فالنبات هو يعتبر الكائن الحي الوحيد اللي يقدر يصنع غذائه بنفسه. يعني احنا مثلا انسان ما اقدرش اصنع غذائي بنفسي، انا بتغذى من بره، الحيوان كذلك. لكن النبات تعتبر كائنات منتجة، لان هي اللي بتصنع غذائها بنفسها. ايه بقى العضو اللي بيقوم بتصنيع الغذاء؟ هو البلاستيدات الخضراء دي، وهي فعلا بيبقى لونها اخضر، عشان كده بنسميها بلاستيدات خضراء. بلاستيدات خضراء. يبقى هنا وظيفة البلاستيدات الخضراء ان هي تقوم بعملية البناء الضوئي. لازم يكون النبات متعرض لضوء الشمس، بيمتص ضوء الشمس وبيمتص غاز ثاني اكسيد الكربون، وبيحصل جواه تكوين الغذاء، فكده النبات بيصنع غذائه بنفسه. طيب بعد كده كمان عندي النواة. النواة برضو وجودها مهم جدا للنبات، لان النواة برضو مسؤولة عن حاجتين اتنين. اول حاجة ان هي اللي بتنظم العمليات الحيوية اللي بيقوم بيها النبات. طب يعني زي ايه؟ يعني هي اللي بتنظم امتى البلاستيدات الخضراء تقوم بعملية البناء الضوئي وتكون الغذاء بتاع النبات او تصنع غذاء النبات، وهي برضو تنظم دخول المواد للخلية الاكسجين وخروج الفضلات. طب كمان هي مسؤولة عن حاجة، هي اللي مسؤولة عن انقسام الخلية. يعني انقسام الخلية يعني لازم جسم اي كائن حي الخلايا بتاعته تنقسم، فعددها يزيد فالجسم ينمو. طب ايه اللي مسؤول عن الموضوع ده؟ برضو هو النواة. يبقى النواة مسؤولة عن انقسام الخلية، بدل ما هي خلية واحدة تبقى اتنين، بدل ما هما اتنين يبقى اربعة، فتلاقي العدد بيزيد عندك. فلما عدد الخلايا يزيد في جسم الكائن الحي هيبدأ ان هو ينمو. كمان مسؤولة عن تنظيم العمليات الحيوية. طيب كل العضيات اللي احنا قلنا عليها دي اللي موجودة في الخلية بتسبح في سائل، السائل ده يسمى السيتوبلازم. يبقى انا عندي في الخلية كلها مليانة سائل كده، السائل ده يسمى ايه؟ يسمى سيتوبلازم. السيتوبلازم عبارة عن سائل لزج بعض الشيء كده موجود جوه الخلية، وظيفته ان هو بتسبح فيه عضيات الخلية كلها. يعني موجود في النواة، موجود في الفجوات العصارية، موجود في البلاستيدات الخضراء،
وهو بقى اللي بتتم فيه العمليات الحيويه، يعني هو اللي بيتم فيه دخول الاكسجين وخروج ثاني اكسيد الكربون او خروج الفضلات، هو اللي بيتم فيه عمليه البناء الضوئي، هو اللي بيتم فيه عمليه انقسام الخليه، فهو اللي بتتم فيه العمليات الحيويه. لكن النواه هي اللي مسؤوله عن تنظيم العمليات الحيويه. فخلي بالي لو جالي سؤال يقول لي ايه الجزء المسؤول عن تنظيم العمليات الحيويه، اقول له النواه. لكن لو قال لي ايه الجزء اللي بتتم فيه العمليات الحيويه، هقول له السيتوبلازم. فده كده شكل الخليه النباتيه. نعيد عليها تاني بسرعه، هي بتتكون من الجدار الخلوي، بعد كده الغشاء البلازمي، بعد كده الفجوات العصاريه والبلاستيدات الخضراء اللي بتقوم بعمليه البناء الضوئي، والنواه اللي مسؤوله عن الانقسام، والسيتوبلازم. زي ما احنا درسنا الخليه النباتيه، كمان هدرس الخلايا الحيوانية. والخلايا الحيوانية دي هي الخلايا اللي موجودة في أجسام الحيوانات وموجودة في جسم الإنسان، يعني هما الاتنين تقريبا نفس التركيب، بس هي بتسمى الخلايا الحيوانية. طيب الخلايا الحيوانية بيبقى شكلها تقريبا بيضاوي كده، يعني ما هيش شكل مستطيل زي الخلايا النباتية، وما فيهاش جدار خلوي، لكن هي بتبدأ بالغشاء البلازمي. يبقى هي الخلية الحيوانية بتبدأ بالغشاء البلازمي، وبرضه هو ليه نفس الوظيفة، ان هو اللي بيتحكم مين المواد اللي تدخل الخلية وايه المواد اللي تخرج من الخلية. طيب كمان فيها فجوات عصارية صغيرة كده، يبقى هنا موجود في الخلية الحيوانية فجوات عصارية. كمان الخلية الحيوانية موجود فيها نواية، وبرضو النواية هي برضو اللي مسؤولة عن حاجتين اتنين، مسؤولة عن انقسام الخلية عشان عدد الخلايا يزيد والجسم يبدأ ينمو، برضو هي اللي مسؤولة عن تنظيم العمليات الحيوية اللي بتحصل داخل الخلية. وموجود عندي العضيات ديت بتسبح في سائل يسمى السيتوبلازم، وبرضو السيتوبلازم هنا هو السائل اللي بتتم فيه حدوث العمليات الحيوية، اللي هو الانقسام الخلية وتنفس الخلية واحتراق الغذاء داخل الخلية وهكذا. فأنا برضو هلاقي إن جسم الكائن الحي زي الإنسان أو الحيوان بيتكون من أجهزة، زي جسم الإنسان كده بيتكون من أجهزة زي الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي اللي احنا درسناهم في الدروس اللي فاتت، والأجهزة بتتكون من أعضاء، يعني مثلا الجهاز التنفسي بيتكون من الرئتين والقصبة الهوائية وهكذا، وهلاقي الأعضاء بتتكون من أنسجة، وهلاقي أصغر حاجة الأنسجة بتتكون من خلايا، وهو ده شكل الخلية الحيوانية سواء في جسم الإنسان أو في جسم الحيوان. وبكده نكون احنا شرحنا نوعين اتنين من الخلايا، الخلية النباتية والخلية الحيوانية، وعرفنا مكوناتهم، وعرفنا كل مكون من مكوناتهم ايه الوظيفة بتاعته. أقابلكم المرة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.